للأسف توصلنا بواحد العدد من الشكايات مع المهنيين، لا ديال المطاعم ولا ديال المخابز. في نهاية هذا الأسبوع توصلوا بواحد الإشعارات من عند الموزعين ديالهم ديال الغاز البروبان، اللي هو هذيك القرعة الطويلة ديال الغاز اللي ماشي متعامة، بزيادة في الأسعار، إشعار بزيادة في الأسعار. هذه الزيادة اللي غتراوح ما بين 10 و 15%، واللي على حسب الناس الموردين كيقولوا بأن هذه غير بداية الزيادة، غادي تزاد أكثر من هكذا في البلاد. فهذه الزيادة غادي تأثر سلبا على هذه البداية الانتعاش اللي كنا كنقولوا كنأملوا أنها غادي تكون من بعدها التخفيف ديال الآثار ديال الجائحة. ولكن اليوم للأسف كنشوفوا الزيادة لا في سعر البروبان لا في واحد العدد من المواد أخرى. فاحنا كنطلبوا من الجهات المسؤوله على راسها السيد رئيس الحكومه والحكومه تعمل على هذا الملف، انها تلقى حلول لتخفيف هذه الصدمه اللي تلقاوها المهنيين، لان هذا غياثر على التكلفه ديال الانتاج. اليوم ما يمكنش لنا كحل اولي نلقاو في كل ما ارتفعت تكلفه الانتاج زياده على الزبائن، لكن لانه كاين هناك ركود وما يقدرش نزيدوا في هذه اللحظه وفي هذه الظرفيه. لذا كنطالبوا من الحكومه تلقى لنا حلول انيه ومستعجله لهذه الاشكاليه ولهذه الماده اللي هي حيويه بالنسبه لنا. وكنطلبوا من الناس ديال الحكومه تعامل مع هذا القطاع تاخذ بواحد العنايه اكثر، لانه القطاع تضرر لمده سنتين بسبب الاجراءات اللي اخذتها الحكومه السابقه اللي كانت كتحد من العمل ديالو. الوضعيه جد صعيبه عند المهنيين، واللي هي انعكست مباشره على الوضعيه الاجتماعيه ديال الاجراء والعمال اللي فيه. فاليوم هذا القطاع وهذه القطاعات جد متضرره وما غتستحملش زيادات اخرى واعباء كثيره اللي كتنتظرها طبقا لهذه الزيادات. فالبروبان مثلا انتقل على حساب كل واحد والموزع ديالو من ثمن ديال 360 درهم اورتاكس، غادي ينتقل لاكثر من 410 درهم اورتاكس، يعني زياده تقدر حاليا ما بين 10 الى 15% على حساب الموزعين، وهذا غينعكس سلبا على التكلفة ديال الإنتاج.